بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من هذا البرنامج، مرحبين في مستهله بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول في قول الله عز وجل: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يسأل عن هذه الآية وعن الضابط الشرعي في الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا عند احتضار المؤمن، تتنزل عليه الملائكة تبشره بالجنة وتطمئنه لأنه في هذه الحالة ينتقل من دار إلى دار، ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فيحصل عنده شيء من الشدة والخوف لما يستقبله، فالملائكة تطمئنه ليذهب عنه الروع والخوف، ألا تخافوا ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا من المال والأولاد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تبشرهم بالجنة فيطمئنون بهذه البشارة التي وعدهم الله إياها. ثم قالوا: نحن أولياؤكم، نتولى أموركم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فهم كانوا مع المؤمنين في الدنيا يسددونهم ويطمئنونهم ويدافعون عنهم، وفي الآخرة يصاحبونهم في الجنة، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم من كل فاكهة ومن كل ملذة، ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون من المآكل والمشارب والنعيم. والاستقامة معناها الاعتدال على الطاعة من غير غلو ومن غير تساهل ومن غير إفراط ولا تفريط، مع المداومة على ذلك إلى الممات، هذه هي الاستقامة، ملازمة الطاعة وتجنب المعصية من غير إفراط وغلو وتشدد ومن غير تفريط وإضاعة، هذه هي الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووعد أهلها بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا يدل على أنه لا يكفي القول باللسان، بل لا بد من الاستقامة في الاعتقاد وفي العمل، فيصدق قوله عمله. وأما الاستقامة باللسان فهذه لا تكفي ولا تنفع. قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
هذا هو ثمرة ربط الاستقامة بقول ربنا الله. وفي الحديث أن سفيان بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لا يسأل عنه غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مثل الآية الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: وردت البشارة في هذه الآية، ما هي أنواع البشارة؟ البشارة هي الخبر السار أو الخبر المفزع، بشرهم بعذاب أليم. والبشارة أصلها الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، يعني على الجلد. فإذا بشر بالخير أسفر وجهه وسر، وإذا بشر بالشر انقبض وخاف وحزن. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال أم بندر من الرياض، تقول: تسأل عن قرآن الفجر، متى وقته؟ هل هو قبل الصلاة أم بعده؟ وإلى أي وقت يستمر، إلى الشروق مثلا؟ قرآن الفجر هو صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين آية إلى المئة، فيطيل فيها عليه الصلاة والسلام القراءة، ولذلك سميت قرآن الفجر، وليست قرآنا قبلها أو بعدها، إنما هي نفس صلاة الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا مساعد من الرياض يقول أنه يرغب الزواج بإذن الله تعالى، وقرر الزواج بعد مرور أعوام عليه، لكن يسأل بارك الله فيكم، يقول: فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تبادر بالزواج لأجل أن تعف نفسك وتغض بصرك، وأن تعف المرأة أيضا، وأن يرزقك الله الأولاد. هي الثمرة من الزواج، فبادر بذلك واختر الزوجة الصالحة، اختر الزوجة الصالحة في دينها وفي أخلاقها التي تلائمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدين يجمع الخير كله في المرأة وفي غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من المتصل أبو طارق من حائل. نعم أبو طارق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يجزاك خير، صدر أخيرا قرار من وزارة العمل برفع الرسوم على العمالة الوافدة 2400 ريال بدل من 100 ريال سنويا، وهذا يا شيخ صار فيه ضرر علينا، نحن لمسنا الضرر، العمالة بدأت ترفع الأجور. وسمعت يا شيخ مقطع من عند الشيخ الطريفي أو الطريفي حرم ذلك، أنه من باب المكوس. فالله يجزاك خير يا شيخ، أنتم مجلسكم المعطر، مجلس هيئة كبار العلماء، لو خاطبت وزارة العمل بالحد، لأنه هذه طال عمرك فيها ضرر على المواطن وضرر على المقيم بنفسه. طيب، شكرا لك يا أخ، شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ أبو. والله يا أخي، هذه مسألة نظامية تراجع فيها الحكومة. نعم، ويطلب منها رفع الضرر. هذا هو الذي تعالج به هذه المسألة.
نعم. هذا لا يتعلق بنا، إنما يتعلق بالنظام وبالمسؤولين، فراجعوا المسؤولين جزاكم الله خيرا. نعم. معنا اتصال آخر، ماجد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. غفر الله لنا لك يا شيخ ومعدين هذا البرنامج. يا شيخ عندي سؤالين أنا. ارفع صوتك يا ماجد. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم حرق الملابس الذي يشك فيها أنها فيها سحر؟ طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني، في بعض الناس انتشر عندهم في مظاهرات وهذا يقولون ترجع الخلافة الإسلامية، وهي الرجعة ستكون. طيب، شكرا يا ماجد. نعود أيضا اتصال عبد الله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سؤال بس الشيخ. سم، ما هو؟ هذا السؤال، في حديث اللي يقول أن الرجل لا يعمل بعمل الجنة فلا يبقى فيسبق عليه الكتاب ولا يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيدخلها، والمقابل طبعا كمال الحديث طبعا اللي يقول أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار. نعم. أبغى نعم. تفسير الحديث. نعم. هذا هل يشمل الحديث هذا مثلا الكافر ولا يشمل المؤمن الفاسق؟ تفضل يا شيخ صالح، تفضل. نعم، للإجابة على هالسؤال حق عبد الله، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. السؤال اللي قبله سنرجع له إن شاء الله. هذا حديث صحيح. نعم، هذا حديث صحيح، ومعناه أن الأعمال بالخواتيم، لذلك يجب على المسلم أن يخاف من سوء الخاتمة وأن يحسن عمله ويداوم عليه، يتجنب الذنوب والمعاصي لئلا يهجم عليه الموت وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، بل يتصور الموت فيكون على استقامة وعلى دين، حتى إذا نزل به الموت إذا هو على عمل صالح فيختم له بالخير. نعم. يقول إنه هل هو خاص بالمسلمين؟ عام؟ لا، هو عام في المسلمين والكفار. جميل. نعم. الكفار قد يسلم الكافر قبل الموت فيدخل الجنة. نعم. فالخاتمة لها اعتبار في حق المسلم ولحق الكافر. نعم. نعم. سؤال ماجد حفظكم الله يسأل عن ما حكم حرق الثياب التي فيها السحر؟ يا أخي، الذي يحرق هو السحر إذا عثر عليه. نعم. فإنه يحرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثياب فليس لها خاصية بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من جدة يقول إن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عم في بعض البلاد الإسلامية، فما هو توجيهكم لذلك؟ توجيهنا بذلك أن يهتم العلماء بنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وأن يحذروا من الشرك وأنواعه وأسبابه، ويكون هناك دعوة صحيحة إلى هذا الأمر، لأن كثيرا من الدعاة لا يهتمون بأمر العقيدة ولا بأمر، يرون الناس على الشرك ولا يهتمون بذلك، إنما يهتمون بأمور جانبية، فيجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالعقيدة، وكذلك الأنبياء من قبله أول ما يبدأون بالأمر الناس بالعقيدة وينهونهم عن الشرك، ثم بعد ذلك يأمرونهم ببقية أوامر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالتوحيد والعقيدة قبل كل شيء، وهم أهل الكتاب، ففيه دليل على أن علماء الضلال يدعون إلى التوحيد، علماء الضلال يدعون إلى التوحيد، فكيف بالعوام؟ نعم. أحسن الله إليكم. نستقبل اتصال أبو سارة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. السلام عليكم جميعا. عندي 3 أسئلة لو سمحت. الأول،
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا باينا أن تصافح وتسلم على عمها، وأعني بعمها هنا الذي صار عما لها بعد زواجها وليس عمها أخو أبوها، يعني والد زوجها؟ السؤال الثاني، ما حكم مرور بنتي من أمامي أثناء الصلاة، وهل مرور البنات يختلف عن مرور الأولاد؟ بالنسبة للسؤال الثالث، أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، فعند جلوسي للتشهد الأخير هل يجب أو يلزمني أن أقرأ التشهد كاملا أم لا؟ وإن أدركته في الركعة الأخيرة هل أنتظر حتى يتم الصلاة لكي ألحق بجماعة أخرى أم أدرك معه الصلاة؟ شكرا أبو شارة، بارك الله فيك. سم نعم. أسئلة حفظكم الله، هل يجوز للمطلقة البائن السلام على عمها السابق، يعني والد زوجها؟ نعم، والد زوجها محرم لها، سواء طلقها الابن أو لم يطلقها هو محرم. وحلائل أبنائكم، ذكر الله من المحرمات في النكاح وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي محرم له. نعم. السؤال الثاني يسأل عن البنت، إذا مرت من أمام المصلي هل تقطع الصلاة؟ المرأة إذا مرت من أمام المصلي يعني قريبة منه فإن فيها خلاف في المسألة، خلاف، ولا يتركها تمر بل يمنعها ويصلي إلى سترة حتى ما يمر بينه وبينها أحد، لا امرأة ولا غيرها، ويحرص على هذا. نعم. سؤاله الثالث عن، يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة وجلس للتشهد هل أكمل جميع التحيات أم إلى النصف فقط وبعد ذلك أكملها فيما توقع من ركعات؟ نعم، اقرأ التحيات إلى أن يسلم الإمام ولا تسكت، من حين تكبر وتدخل في الصلاة وأن تقرأ التشهد متابعة للإمام، تجلس وتقرأ التشهد متابعة للإمام ولا تزال تقرأ حتى يسلم الإمام. نعم. معنا اتصال أبو أجوان من عرعر. نعم. طيب، السؤال الثالث هذا هو يا شيخ، هذا السؤال الثالث عن المطلق، والسؤال الثاني عن قطع الصلاة، والسؤال الثالث عن أدركت في الركعة الثالثة التشهد هذا. لا، هو يسأل إذا جاء والناس يبي يسلمون هل ينتظر ولا يدخل معهم؟ طيب تفضل. ينتظر جماعة آخرين ولا يجلس مع ولا يدخل معهم؟ طيب، الجواب بالتفصيل، إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأتي أناس ينتظرهم، وإن كان لا يدري، ما عنده ظن ولا غلبة ظن، فإنه يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة. نعم. نعم، أبو أجوان من عرعر معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك أبو أجوان. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله خير يا شيخ. في صدى يا أخي. طيب، سؤالك يا أبو أجوان. سم الشيخ، أنا جدي أصيب بجلطة دماغية ولا يقدر لا صيام ولا صلاة، توفي رحمة الله عليه، وقضينا عنها الصيام، هل تجزي عنه؟ هل إيش؟ هل تجزي عنه؟ يعني قضينا. طيب، الصيام اللي هو. طيب، واضح السؤال، شكرا يا أبو جوان، شكرا لك. يا أخي، إذا كان استمر به الجلطة ولا عنده فكر ولا يدري عن شيء حتى مات فليس عليه شيء، الحمد لله. نعم. محمد. نعم، معناه محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير الشيخ صالح. من الله عليك، فيه نقطة مهمة بس هذيك توجهها الجهة المعنية. في طول عمره هنا اللي عليه سابقة يحرم من الوظائف، هذا من زينة يحرم على طول، يعني ممكن يحرم سنة سنتين ثلاث. طيب، مو يا شيخ يحرم على طول، يعني هذا به شوي من زينة. سؤال آخر محمد. لا إرشاد، الله يعافيك. طيب، شكرا يا شيخ، تفضل يا شيخ. يا أخي، هذا ما هو عندنا، هذا عند الجهات المختصة، عند المسؤولين والوزارات. نعم. فأنت اطلب منهم هذا الطلب. نعم. نعم، نطلب أيضا من الأخوة والأخوات أن تكون الأسئلة مركزة على الفتاوى والمهمة والخاصة في الأمور الشرعية، فنسأل الله للجميع التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما هي الذنوب الخفية وما أشدها خطرا على المسلم؟
الذنوب الخفية والذنوب الظاهرة كلاهما خطر على المسلم. الذنوب الخفية التي لا يطلع عليها الناس، إذا خلى ببيته أو بمكان يعصي الله عز وجل، وإذا كان مع الناس يتظاهر بالطاعة، هذا لا يخاف الله عز وجل، وإنما يخاف الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيجب على المسلم أن يكون دائما يخاف من الله عز وجل ويترك المعاصي ويراقب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما الفرق بين الإسراف والتبذير حفظكم الله، وما هو علاج التبذير؟ متضادان الإسراف والتبذير. اي نعم. نعم، الإسراف والتبذير. نعم، معناهما واحد. الإسراف نعم هو التبذير، ولكن الإسراف يكون في النفقة وبالأكل والشرب. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والتبذير يكون أيضا بإنفاق الأموال في غير طائل وغير فائدة، هذا تبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، أحسن الله إليكم. اتصال أبو صالح من الزلفي. نعم شيخنا، الله يحفظك. حياك الله. الله يبارك فيك. والله عندي سؤالي للشيخ الأول: ما حكم من يقول القيامة باقي، القيامة باقي والساعة إعجاز والعبور إلى الصراط، يعني كلما يعني الله سبحانه وتعالى خلق أقوام الساعة فيها حكمة يعني، والقيامة باقي، ما حكم هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ. هذا كلام غير واضح. والساعة آتية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الساعة آتية، لكن الله أخفى وقت قيامها، ولم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة، ونحن لسنا مكلفين بمعرفة وقت قيام الساعة، لأن هذا ليس لنا في مصلحة، إنما نحن مكلفون بالاستعداد لها بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال آخر، أبو محمد من الجبيل. بقية السؤال سم بقية السؤال هو سؤال عام عن القيامة والصراط والمرور على الصراط حفظكم الله. نعم، الصراط حق، وهو منصوب على متن جهنم. الصراط هو الجسر، الصراط معناه الجسر الذي يضرب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، أحسن الله إليكم. أبو محمد من الجبيل. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا أملكت قبل شهر تقريبا، ودخلت في اليوم وأنا أسوق السيارة دخلت في حالة خيالات ووسوسة، وكأني كنت عند زوجتي أزورهم في البيت، وكأنها تكلمت على أهلي، وكأني يعني صارت مشاكل وصياح، وضربت أنا وأبوها وطلعت للمحكمة. كل هذه خيالات، وكأني جيت عند الشيخ في المحكمة على أساس أبي يطلق، وقال لي: لا، رح وارجع وراجع نفسك وارجع لنا.
وقمت انا قلت لا فلانه زوجتي طالق طالق طالق، هذه كلها خيالات. يوم خلصت من الكلمه هذه كاني وعيت انا، وكاني يعني وعيت اني ذكرت الاسم وذكرت زوجتي وذكرت كذا، فكاني وعيت ان الكلام هذا يعني خطير. فما ادري يا شيخ هل يقع ولا ما يقع. طيب طيب شكرا يا ابو محمد. يا اخي يا اخي هذا تقول انك تلفظت بالطلاق، ولكنك تقول انه تخيلات وما ادري كيف، وانك فانت راجع القاضي عندكم في المحكمه، راجع القاضي الذي في المحكمه والقى عليه هذا السؤال عن الطلاق اللي حصل منك. نعم. احمد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخ صدق. نعم تفضل يا احمد. صالح نحبكم في الله يا شيخنا. جزاك الله خير. سم حياكم الله. شيخ صالح صلى الله عليكم بارك في علمكم. ما الفرق بين الاخلاص والصدق والقبول والانقياد؟ بارك الله فيكم. الإخلاص يكون في العمل، يعني تخلص لله عملك فلا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، تخلص نيتك لله ولا إرادة للدنيا وطمع الدنيا، هذا الإخلاص. والصدق هذا يكون في الأخبار، لا تخبر إلا بشيء فلا تخبر بشيء إلا وأنت صادق، لا تخبر بأخبار كاذبة. والثالث القبول العمل. قبول العمل يكون بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله ينفي جميع أنواع الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنفي جميع أنواع البدع والمحدثات. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم، ما هي أنواع الشرك وما هو الشرك المخرج من الملة؟ الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات وغير ذلك من أنواع العبادات التي هي أنواع كثيرة، فإذا جعلها لمخلوق أيا كان حيا أو ميتا فإنها يكون هذا الشرك أكبر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يستكبر الإنسان عن دعاء ولا يتهاون بالدعاء ويقول إنه ما ينفع أو ما أشبه ذلك. الدعاء له مكانة عظيمة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، هذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، مثل قول والله لولا الله وأنت، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذه أنواع الشرك الأصغر، وهي شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي في القلب وهو الرياء. فالمسلم يتجنب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر ينقص التوحيد ولا يخرج من الملة. نعم أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن التشاؤم في بعض الأمور وخاصة من المنزل، حيث يقول أنني سكنت منزل مؤخرا ولكنني متشائم من هذا المنزل حيث أعيش بكآبة دائمة، فما هو توجيهكم؟ ما دام أنك غير مطمئن من هذا المنزل انتقل منه لأجل أن تطمئن ويذهب عنك الوسواس والتشاؤم، انتقل منه إلى منزل آخر. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا بارك الله فيكم يقول حكم قتل الحشرات المؤذية. كل المؤذيات من الحشرات والدواب والكلاب والسباع والقطط كل مؤذي، فإنه إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل تخلصا من أذاه. نعم أحسن الله إليكم. سعيد الزهراني من جدة يقول ما هو الرياء، حيث أنني أخاف من الأعمال التي أقوم بها وهي أعمال خيرية أن تكون رياء، وما هو توجيهكم؟
إذا أحببت أن يمدحك الناس على أعمال الخير فهذا هو الرياء، أو أنك تتظاهر بالعمل أمام الناس لأجل أن يمدحوك هذا هو الرياء. الرياء فيما يرى، والسمعة لما يسمع من الأقوال، كأن تقرأ من أجل أن يسمعك الناس ويثنون عليك، أو تحسن صوتك من أجل أن يسمعك الناس ويثنون عليك، هذا سمعة. نعم. عبد العزيز من الفرع من نعم من الوشم يقول حفظكم الله: ما هي عواقب الأكل الحرام؟ عواقبه وخيمة. نعم. أشد من أشد عواقبها أن الله لا يستجيب دعاء الذي يأكل الحرام. الحديث الصحيح في المسافر يمد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب له ما دام يأكل الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ متعب من الخرمة، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام. يا شيخ أنا رسلت عن والدي، توفي في حادث، توفي في الحادث معه 4 أشخاص، اللهم صل على محمد. تقرير الحادث 100% على والدي، بالرغم من والدي كان يتفادى، يبغى يتفادى الحادث، قيد الموضوع على والدي. بعرف هل عليه صيام؟ جزاك الله خير. يا أخي هذه قضية ترجع للقاضي، ينظر في تقرير المرور ويبني عليها الحكم الشرعي ويخبركم بذلك. نعم. شكرا يا متعب. ننتقل إلى أبو وائل من مكة المكرمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا صار معي حادث من سنة 1993، صدمت ولدي وتوفى، ودفعت الدية ونمت في السجن 16 يوم، هل باقي علي شيء؟ نعم. من 1993 صدمت ولدي وتوفى ودفعت الدية ونمت 16 يوم في السجن الحق العام، هل باقي علي شيء؟ باقي عليك صيام الكفارة، تصوم شهرين متتابعين. نعم. شكرا يا أبو وائل. نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا يسأل: ما معنى الزهد وما معنى الورع؟ الزهد هو الزهد في ما لا يحتاجه الإنسان، أن يزهد الإنسان في الأشياء التي لا يحتاجها، ويزهد بما في أيدي الناس يحبه الناس كما في الحديث، ويقنع بما أعطاه الله عز وجل. والورع هو التورع عن الحرام، تجنب المشتبهات، هذا هو الورع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في المملكة السوداني يقول: ما هو العمل أو ما هي الطريقة المثلى الشرعية لإبطال السحر بارك الله فيكم؟ ملازمة ذكر الله عز وجل والرقية الشرعية بسورة الإخلاص والمعوذتين، والبحث عن السحر فإذا عثر عليه يتلفه، هذا ما يعالج به السحر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يعذر المسلم الذي يعمل الشرك وهو لا يدري أنه شرك وهو جاهل بذلك؟ إذا كان ما عنده أحد علمه ولا يسمع شيء عن الشرك ولا بلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. وأما إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الوعاظ ويسمع المحاضرات التي تنهى عن الشرك ويقرأ في الكتب، هذا غير معذور. نعم. أبو قاسم الشربيني يقول: ما حكم الفتية بغير علم؟ حرام. الفتية بغير علم حرام، لأنه قول على الله بغير علم، وهذا فوق الشرك التحريم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الواجب على المسلم أن لا يدخل في الفتوى من غير علم، وحتى لو كان عنده علم لا يستعجل حتى يتثبت، وإذا كان فيه من هو أولى منه بالفتوى يحيلها عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ خالد من شقرة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل بالسؤال. يا شيخ سلمك الله، هل يجوز الخط من زوجته أشوف الشرعية؟ طيب سؤال آخر. السؤال الثاني سلمك، لماذا لا يكون هناك مكاتب تيسير الزواج في محافظات المملكة أو غير المحاكم يعني؟ طيب. خاصة لاستقبال طلبات الزواج يعني. طيب شكرا لك. يسأل عن النظرة الشرعية بارك الله فيكم للخاطب. النظرة الشرعية للخاطب أن ينظر إليها بحضرة محرمها ولا يخلو بها، وينظر أيضا إلى ما يرغبه فيها من النظر إلى وجهها وشعرها وكفيها، يكون هذا بحضرة والدها أو محرمها. نعم. يقول لعلكم أيضا تنبهون الناس إلى يعني افتتاح أكثر من مكتب في بعض المدن للتوفيق بين الناس وأيضا لتيسير أمور الزواج. هذا راجع فيه وزارة العدل. نعم. نعم. أبو ريم من الطائف. نعم. وليد من الطائف تفضل. أبو وليد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو تكلمت بغير كلمة الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ تفضل. يا شيخ أنا أسكن ساكن في الطائف وأبعد عن الميقات تقريبا 10 كيلو، أحرمت من البيت ونويت بالعمرة من البيت وأحرمت وتعديت الميقات ما وقفت في الميقات ولا صليت ولا شيء. هذا السؤال الأول. تفضل يا شيخ. نعم لا بأس تحرم قبل الميقات، وإذا مررت بالميقات يعني تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، ثم إذا مررت بالميقات تلبي، ولا هو بلازم أنك تقف وأنك تصلي في الميقات، ما هو لازم هذا، المهم النية أنك تنوي عند الميقات الدخول في النسك والشروع في النسك. نعم. السؤال الثاني. لا لو سمحت يا شيخ، أنا لو يعني يوم وصلت عند الميقات ما لبيت ولا قلت له شيء، ما على طول خلص أنا ناوي من البيت، بس يوم تعديت بالميقات احنا ناوي في ما هو بلازم. طيب ما هو بلازم يا أخي، ما هو بلازم، قلنا لك ما هو بلازم، يكفي النية إذا نويت يكفي. طيب السؤال الثاني يا أبو الوليد. السؤال الثاني في بالنسبة لقيام الليل، أنا أقرأ في المصحف أقرأ والمحل الذي وقفت فيه إذا كان في أوقات بعد الصلاة ولا كذا أكمل من المحل الذي وقفت فيه في أثناء الصلاة وأكمل المصحف كذا، ما أدري هو جائز ولا لازم تكون ختمة الصلاة الحالة وختمة القراءة الثانية الحالة يعني. طيب شكرا يا أبو وليد. لا بأس بذلك يا أخي، لا بأس بذلك أنك تقرأ في قيام الليل ثم تقرأ في خارج الصلاة ما وقفت عليه في صلاة الليل وحتى تكمل المصحف، لا بأس بذلك. نعم. طيب أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله، هل يلزم أن أصلي ركعتي الطواف خلف المقام؟ لا يلزم هذا، تصليها في أي مكان من الحرم، لكن إذا تيسر أن تصليها خلف المقام فهذا أفضل، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند المقام، فإذا تيسر فهذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عابد من جدة يقول، هل للزمن ومرور الزمن تأثير على الفتوى؟ الفتوى لا تختلف، الفتوى المبنية على الدليل لا تختلف في الأزمان، إنما إذا كانت الفتوى اجتهادية وليس عليها دليل ظاهر، وإنما هي التماس من المفتي واجتهاد في إصابة الدليل، ثم تبين له بعد ذلك وبلغه علم أكثر مما قبل، فإنه يغير الفتوى ويرجع إلى الراجح وإلى الصواب. نعم. سؤال أبو عابد الآخر حفظكم الله يقول، متى يكون الخلاف معتبرا؟ إذا كان له حظ من النظر كما قال الشاعر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، إذا كان الخلاف له احتمال في الأدلة وله وجه فهذا له حظ من النظر، أما الاختلاف الذي ليس له مكان في الأدلة وإنما هو
إنما هو ظن أو أنه تبع الهوى، هذا لا اعتبار له. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، العين حق لكن نرى أن علاجها يختلف من شخص إلى آخر ومن راقي إلى آخر، فما هو العلاج الحقيقي لذلك يا شيخ؟ لا يختلف علاج العين، وهو أن العائن يدعو بالبركة لمن أصابته، وأيضا يغسل دواخل إزاره ودواخل سراويله، أو يغتسل بماء في جميع جسمه، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على من أصابته العين. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، شكرا لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، الذي أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل المخرج عبد الله السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.